كثرت في الآونة الأخيرة طلب شراء الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي دون استشارة الطبيب المختص وبلا معرفة نوعية وجودة الدواء، الأمر الذي ربما يتسبب مضاعفات جانبية قد تصل إلى درجة الموت. الصفحات الوهمية هذه مرفوضة ومخالفة قانونية، لأنه ده تصرف علاج بدون استشارة طبية، هذا ما يؤدي إلى نتائج عكسية للمريض، بدل تحسنه تكون النتيجة عكسية. هذا الجانب. الجانب الثاني صرف العلاج. العلاج المصروف يكون مجهول المصدر، احنا ما نعرف طرق دخوله الى البلد، قد يكون ادويه مهربه، تكون ادويه فازه، تكون من مناشئ غير رصينه. الترويج للادويه عبر منصات التواصل الاجتماعي خطر يهدد امن حياه المواطن، من حيث الشخص الذي يطلب الدواء من خلال تلك المنصات دون معرفه حالته الصحيه وبلا استشاره الطبيب قد تؤدي الى فقدان حياته. الطريقه الصحيحه لاخذ العلاج هو يكون وصفه عن طريق الطبيب. اولا اذا مو الطبيب لازم يكون وصفه بعض الادويه الاستشارات البسيطه اللي هي احنا نسميها عندنا بالمصطلح الطبي الاو تي سي، اللي هي مخول بها الصيدلاني، صاحب الصيدليه المخول بعد استشاره المريض له اكو ادويه ممكن يصرفها. اما ادويه تجي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواطن يتعامل وياها او يتعاطاها بناء على دعايه او اعلام او اعلان بانه هذا العلاج هو العلاج السحري واللي راح يخلصك من الامك واللي راح يخلصك من مشاكلك او اللي راح يخلصك من مشكله صحيه تعاني من عندها انت، هذا الشيء غير صحيح لاسباب عديده. بانه انت مثلا كمواطن لا سامح الله اذا تعرضت لاي عرض من الاعراض الجانبيه اللي يحتويها هذا العلاج ما راح ممكن توصل للعلاج الصحيح لهذا العرض، او ما راح نقدر نعرف بانه هل مكونات هذا العلاج هي مكونات حقيقيه مدروسه ضمن وصفات طبيه حقيقيه موضوعه لها ضمن الدساتير الادويه، وصلنا على هذا الاساس هذا العلاج وصل للمواطن او لا. الادويه عبر منصات التواصل الاجتماعي والمعروف اونلاين خطر اخر يهدد حياه المجتمع اذا ما استمر الترويج له من قبل تلك الشركات، فعلى جميع الجهات المعنيه مواجهة ذلك الخطر ووضع حلول لها، وعلى المواطن تجنب تسوق الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي. لبرنامج صباح الخير يا عراق، ثامر الشمري، بغداد. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن موضوع بيع الأدوية أونلاين ومخاطرها راح يكون ويانا بالاستوديو الدكتور محمد شرخان. صباح الخير دكتور، نورتنا برنامج صباح الخير وإحنا جدا سعيدين بوجودك. شكرا جزيلا، تحية لكم بصباح الخير يا عراق، وتحية لكل الجمهور ولكل الكادر. شكرا. صباح الخير. بداية دكتور، مثل ما تعرف مفهوم بيع الأدوية الأونلاين يمكن مستحدث، لكن أريد أعرف من خلاله متى يبدأ البيع الأدوية أونلاين، ومثل ما نشوفها اليوم أصبح كجزء أو ظاهرة اليوم بالمجتمع. طبعا هي ظاهرة، نعم، وظاهرة مهمة جدا بالعراق، ورح أقول لك ليش. بالبداية رح أسس المدخل للموضوع، رح أعطيك شوية أرقام. يعتبر العراق من البلدان ذات النسبة العالية من حيث عدد السكان المتصلين بالموبايل أو على الهاتف أو الفعالين على منصات التواصل الاجتماعي، والنسبة العالية بالعراق أعلى من النسبة الطبيعية مع دول العالم وتقترب من الدول المتقدمة. 98% من الشعب العراقي هو متصل على الهاتف أو عنده هاتف، وهذه النسبة سنوياً إحصائيات مضبوطة سيرفيز يعني، وهذه النسبة تزداد 3.6% سنوياً. عندك 75% من الشعب العراقي متصل بالإنترنت أو بشبكة الإنترنت، وهذه النسبة تزداد سنوياً 2.3%، أي كل سنة دا يجي 1,000,000 مشترك جديد على شبكات الإنترنت. 61% من الشعب العراقي هو فعال على منصات التواصل الاجتماعي، 50% من الشعب العراقي عنده حساب فيسبوك، و 50% من الشعب العراقي عنده حساب إنستا. فهذا يعتبر سوق رائج من حيث عدد السكان. دكتور هسه تصدمتني يعني بهاي النتائج النسبة الموجودة، هي على أرض الواقع يعني على أرض الواقع قبل دراسات يعني شلون؟ 25 مليون عراقي مقابل الفيسبوك والإنستغرام. وأكو إحصائيات أخرى يقول لك كم ساعة باليوم دي يشتغلون بها. فهذا سوق رائج لكل أنواع الترويج الإلكتروني. ومن ضمنها راح نحكي، طبعا ما راح احكي لكم على المبيعات الكاذبه للمنتجات التعبانه والمو صحيحه، اللي راح احكي بالقسم الخاص بي اللي هو الطبي. اغلب عمليات البيع الترويجيه على منصات التواصل الاجتماعي هي اغلبها تروح للمنحفات،
أوكي. استخدام المنحفات مع رسائل بيعية وترويجية خاطئة. نعم. وحتى أكون صريح هي كاذبة 100%. نعم. أنا صيدلي وعلميا أقول لكم كاذبة. إضافة إلى ذلك ظاهرة استخدام البلوغرز والفاشينستات والناس الإنفلوينسر والمؤثرين كدعاية وإعلان. نعم. دي يطلعون من مساحتهم اللي هي المكياج وغيره ودي يروحون لهذه المساحة، وطبعا هسه رح أجي أحكي شلون دي يعرضون نفسهم قانونيا لهذا الموضوع. نعم. إضافة إلى ذلك ظاهرة الكباتن وغيرها، كابتن فلان وكابتن فلان وكابتن فلان، ويحكي بطريقة كأنه هو طبيب وصيدلي وإلى آخره، وهو ما من حقه لا بالقانون ولا بالأخلاق ولا بالعرف أنه يروج لهذه المنتجات. الرسائل البيعية الكاذبة اللي يستخدموها ينزلك بالأسبوع 10 كيلوات وبالشهر 20 كيلو وطيك وزنك ذهب إذا ما نزلت، ويعني رسائل كلها خاطئة علميا وغير صحيحة. طيب. واللي استخدمها راح يشوف أنه هذا الموضوع كله غير صحيح. نعم. طيب دكتور، اليوم كان بالآونة الأخيرة شاهدنا حالات وفيات كثيرة بسبب المنحفات وغيرها من الأدوية اللي هي ممكن توهم، مثل ما ذكرت حضرتك، توهم المستهلك أنه ممكن ينقص الوزن وإلى آخره من هذه الأمور. اليوم على من تقع المسؤولية، على المستهلك أم على يعني الشخصية المؤثرة اللي تروج لهذا المنتج، أم على صانع المنتج نفسه؟ كلهم تقع عليهم المسؤولية. المسؤولية الأولى تقع على الشخص اللي جاب دواء أو منحف اللي إحنا نخليه تحت خانة الفيك ميديسنز نسميها، أو الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، لأنه هو دي يجيب أدوية يا أما يكون مغشوش وغير صحيح ما نعرف المادة اللي بيه، يا أما يكون مهرب من الخارج وما مر بطريقة صحيحة للاستيراد اللي هي أهمها أنه وزارة الصحة، مستورد عن طريق وزارة الصحة ومسجل ومفحوص وإلى آخره. نعم. المسؤولية الثانية طبعا تقع على كل من يروج هذا المنتج من الفاشينستات والبلوغرز وغيره والشخصيات. والمسؤولية الثالثة أيضا تقع على المواطن، لأنه غياب الوعي والمخاطرة بالصحة هذا هم يعني يوقع على عاتق المواطن. أنت ليش تروح تشتري منتج ما تعرفه شنو من صفحة على منصات التواصل الاجتماعي، لا مشتري من صيدلي ولا مشتري من صيدلية رسمية، وتتاخذ في شيء ما تعرفه، فأنت تتخاطر بحياتك بالحقيقة. طيب دكتور، أنت عددت من اللي يتحمل المسؤولية، بس أنتوا كدوركم كنقابة أيضا تتحملوا المسؤولية، لأن اليوم دنشوفها هي أسماء معروفة، البيجات معروفة بشكل صريح، اليوم يطلع التاجر اللي صاحب هذا المنتج بأنه رغب بالناس واسمه ورقمه كله موجود، ليش ماكو رقابة؟ ليش ما يتم بأنه غلق أو اعتقال مثل هذه الشخصيات اللي تروج؟ ومثل ما عرفنا بالآونة الأخيرة صارت عندنا حالات من الوفاة بسبب خفقان دي يصير سريع، غيرها من التجارب اللي ما نعرف إحنا شنو محتوى هذا المنتج. أنتوا دوركم الرقابي وين وصلت؟ شنو عندكم الإحصائيات على الموضوع؟ أكو دراسة جدوى مخاطبة الجهات المعنية؟ نعم. بالموضوع طبعا راح أحكي لك بسرعة مضار هذه المنحفات. هي المنحفات عادة لو عشبية لو كيميائية تشتغل يا أما تمنع الشهية، تشتغل على الجهاز العصبي المركزي، يا أما تمنع امتصاص الدهون، يا أما تحرق الدهون. مضارها أول شيء تسبب تأثر على الكبد والفشل الكلوي اللي يؤدي للوفاة، أكو حالات بسبب الفشل الكلوي. الجفاف أيضا، الجفاف بمراحل الأخيرة يؤدي إلى الوفاة. الناس اللي عندها مشاكل بالقلب وحتى اللي ما عندها مشاكل، يعني تصعد ضغط الدم وتصعد ضربات القلب وتقلل نسبة البوتاسيوم بالجسم، فممكن أيضا هذه تؤدي للوفاة، إضافة إلى السايد إفكت الآخر أو الأعراض الجانبية مثل ما قلنا الجفاف، الإمساك الحاد ومن بعدها البواسير وغيره، والاكتئاب وحتى الإدمان، لأنه المواطن يوصل مرحلة يصيرون مدمنين على أخذ المنحفات حتى بس يضعف. طيب. راح تقول لي نقابة الصيادلة اللي سوت؟ أول شيء إحنا قبل شهر نزلنا أعمام مهم جدا للمواطنين وقلنا أنه البيع المنحفات على صفحات التواصل الاجتماعي وكل الأدوية هو غير صحيح، بالاستناد إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لعام 70 اللي راح أقول النص القانوني. نعم. المادة 50 ثالثا التي تنص، شوف المشرع مالتنا شقد كان ذكي من سنة 70 شون عنده فد نظرة مستقبلية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات كل شخص غير مجاز بمزاولة مهنة الصيدلة، يعلن عن نفسه بأحد وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتماد بأن له الحق في مزاولتها. يعني نص قانوني بالسبعين، نص قانوني صريح جداً.
الصيدلي هو الشخص الوحيد بالعالم من حقه يبيع هذه المنتجات ويبيع أي منتج دوائي سواء بوصفة أو بدون وصفة. أكو أدوية بوصفة تنباع أكو بغير وصفة. الصيدلي فقط راح يبيع. فإحنا صدرنا هذا الإعمام ومن طرف آخر دا نشتغل يعني بصراحة بتركيز عالي جدا إحنا المهتمين مو الجهات الأخرى دا نحاول نجيبها إلى مساحة الاهتمام اللي هي مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية ووزارة الصحة. إحنا مو شرطة، إحنا مسؤولين عن الصيادلة. أفعدكم يعني خطوة بينه تقدر تغلق تنقل توصيات إيش أغلق؟ إذا كانت يعني مثلا إذا كانت صيدلية أغلق صفحة وينها؟ يعني تنقل هو أريد أعرف شنو أكو آلية؟ هي صفحة موجودة بالفضاء موجودة بو إيه بس أكو توصيات بس يعني من إيه بس بس موجود المعنية. الرقم يعني موجود إنه أنت تقدر توصل لهذا التاجر. خلينا نقول أنا مو سلطة تنفيذية، أنا نقابة عمالية مهنية أتعاون مع الجهات الرسمية. أتمنى تستضيفوهم ويعني هاي حملتكم ممكن تحفزون وزارة الداخلية أنه تخلي موضوع البيع الإلكتروني بالصفحات الوهمية من ضمن الجريمة الإلكترونية. يعني حتى أكو ظاهرة جديدة هسه طلعت، هم حتى يزيدون الكريديبلتي مالتهم أو يزيدون من الثقة أو ثقة الجمهور قاموا يفتحون صفحات بأسماء صيدليات وهمية وحتى عيادات أطباء وهمية، تدخل عليه يفرك يوديك يجيبك حتى تشتري هو منتج واحد. طبعا هذه المنتجات إذا كانت صحيحة ومهربة يعني موجودة بالجوجل ببساطة أي واحد من الجمهور لازم حتى يعرف هذا البرودكت أو هذا المنتج موجود حقيقي اليوم موجود. هاي شغلة. ثاني شغلة تتنباع بأسعار خيالية 50 و60 و70 ألف. ترى المنحفات الصحيح منها المتداول ما يتجاوز جملتها ما تتجاوز 3 و4 و5 دولار. وهسه أنا قبل يومين دزوا لي صفحة دا تبيع منتج اللي هو سبليمنت يعني مكملات غذائية ب750 ألف دينار. هو أنا متأكد ما يتجاوز سعره الحقيقي 10,000. رسائل ترويجية كاذبة يوهمون بها الجمهور وهي هم يشتغلون على مبدأ أضرب وهرب. يعني جيب هذا المنتج بيع كمية وانطل المروج قد يريد كان تنفضح فنة أو غيره. الحد ما تنفضح روح جيب منتج ثاني. تنفضح منتج ثالث وهكذا. والشغلة وين؟ ما يجي هو يبيع لك إياه ويوصله، يستخدم طرف ثالث اللي هي شركات التوصيل. وهاي همينة أنا أعيد وأكرر واحد شوية وزارة الداخلية أنه شركات التوصيل لازم يسيطر عليها، لأنه أنت ما معقولة تبيع كل شيء، لازم عندك لستة بالأشياء اللي تبيعها. شركة التوصيل من يجيب لك البرودكت أو المنتج تقول له يا بنت منين جايبه؟ يقول لك ما أدري أنا جتني بس يا شركة هذه ما أعرف. طبعا إحنا حتى شخصيا ندخل على الصفحات الوهمية مع الصيدليات لأن هذا الموضوع يخصني. أنا الصيدلية الوهمية اللي بالشارع اللي ألاحقها ما راح يشوفوها هواية ناس غير بس داير مدائر الصيدلية. بس الصيدلية الوهمية اللي على مواقع التواصل الاجتماعي ملايين الناس راح يشوفوها ويتعرضوا لها. فتدخل عليه حاط صورة ما الصيدلية بليبيا. يعني من تسوي عليها جوجل سيرش بالإمج بالصورة ما أريد أقاطعك بليبيا. شنو المسموح بالأدوية اليوم يمكن تناولها من خلال أو أخذها من الصيدليات؟ يعني اليوم أكو أشياء مسموح بها وأكو أشياء علميا رقابية. وقانونيا أكو أدوية يسموها الـ OTC Over the Counter يعني تصرف بدون وصفة طبية. يعني بها كاتيكوري هواية مجاميع كثيرة من الأدوية هاي الصياد اللي يعرفوها. وأكو الأدوية التخصصية الأخرى اللي هي لازم بوصفة طبية مثل علاج السكر وعلاج الضغط وغيره. لا يمكن أن الصيدلي يصرف لك. ممكن أنت تأخذه قبل يسوي لك ريفول يعني تحتاجه مرة ثانية. بس كوصفة طبية هاي الأدوية اللي بوصفات الطبية والأدوية اللي هي مو بوصفات الطبية اللي من ضمنها الكوزمتكس اللي من ضمنها يعني أشياء كثيرة زي مضادات الألم الشرابات القحة اللوزنجز الحبوب المصري. يعني نشوف نفس المنتجات هاي يأخذوها الصيادلة ويبيعوها. يعني شنو ده ياخذ المنحف اليوم ده اشوفها بصيدليات موجود المنحف اذا مستورد عن طريق وزاره الصحه عن طريق مكتب علمي رسمي ويبيع هالمذخر والمذخر للصيدليه والصيدلي. انا هسه ادعيك اقول كل الناس اللي تريد تضعف اللي يحتاج اي شيء تروح للصيدليه الرسميه وتسال عن الصيدليه. 40,000 صيدلي موجودين بخدمه 40 مليون مواطن. روح على الصيدلي اسئله واخذ اللي تريده منه. وحتى من يصير عندك شيء الصيدلي هو قانونيا ورسميا محاسب، تقدر ترجع له تقول له صار بيه شيء، صار سايد افكت، هذا والمني هذا ما والمني. شلون انت يا مواطن تشتري منتج راح تبلعه خاص بصحتك
من الأثير، يعني من صفحة وهمية ما تعرف منه صاحبه وما تعرف شنو المنتج. نعم. ولا تعرف شنو الموضوع أصلا. نعم. طيب. فبصراحة أنا استغرب عن الناس يعني. نعم. طيب دكتور، اليوم شلون نقضي على هذه الظاهرة؟ اليوم شنو الحلول اللي إحنا ممكن نستخدمها أنه إحنا ننهي هذه الظاهرة برأيك؟ هي طريقين. الطريق الأول السلطات، وزارة الداخلية لازم تمنع وتلاحق الصفحات الوهمية اللي تبيع منتجات غير مرخص لها بالقانون. هسه أنا ذكرت لك المادة القانونية بقانون خاص مال مزاولة مهنة الصيدلة على أساسه. الشغلة الثانية الجمهور، وعي الجمهور. يعني مثلا هيجي صفحات لا يمكن أن تنتشر في دول أخرى لأنه وعي الجمهور أعلى، يخاف على نفسه أنا من ألزم هذا المنتج أشوفه كسبايرة ومنتج وطلعه بالجوجل واقرا السايد افكت مالته والاعراض الجانبيه و و و الى اخره. مو انت تجي راسا تشتري منتج ما اعرف بيش، والله لي انقل لك ينزل 20 كيلو بالشهر، ماكو شيء اسمه ينزل 20 كيلو بالشهر. النزول الصحي هو كيلو بكل اسبوع. اللي يريد ينزل صحيا اي شيء اكثر من كيلو جرام بالاسبوع تنزل هذا اصلا مو صحي ويعرض صحتك الى مخاطر. شكرا لك دكتور، اتمنى بانه اليوم المشاهد استفاد من هذا الموضوع، لان الموضوع اصبح جدا خطير، يعني اكثر ما تتوقعونه، لانه ظل يمس حياتنا. يعني اليوم انت منتاخذ هذا المنتج قيمه 70,000 او حتى لو قد كان مبلغه، فانت راح تكون هناك سايد افكت كل كبير على حياتك، ويمكن راح تعرض الى الموت وغيره من المضاعفات، وتبدي تطلع عندك امراض مزمنه. اتمنى بانه تستفادين واخذها من المركز الصحيح اللي بيع هذا، او راجع. اليوم صار هواي عندنا اطباء في التغذيه يمكن راح يساعدك هواي. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا. وشرفتنا بحضورك. شكرا، نتشرف فيك. شكرا شكرا لك.